السؤال الثالث. طيب فضلت الشيخ، السؤال الثالث صدقة على الأقارب، يعني مثلا لهم مرتبات أو شغل، ولكن يا الله مكافح يعني ما يوفرون شيء، مثلا عندهم عوائل وقاربي، هل تصدق عليهم صدقة؟ والحمد لله يعني قليل، إن الكل يعني ماشي حاله كذا يعني. يا أخي إذا كان عندهم أخواتي طيب، واضح السؤال. إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا تحل لهم الصدقة، إذا كان دخلهم يكفيهم فلا تحل لهم الصدقة، أما إذا كان دخلهم لا يكفيهم فإنك تتصدق عليهم بقدر حاجتهم. نعم، شكرا يا أبو بندر.